طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وإن شاء الله تحرير موصل هو انتقام وثأر من قتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. يابا منو أهل الكوفة الغدر وفيانا؟ وين تحشون؟ بيام بيام يا مرحلة صير عندكم إنصاف، صير عندكم إنصاف. ما أدري كم ألف قاتل ضد الحسين عليه السلام كانوا يسموهم أهل الحميراء اللي كانوا من الفرس، بس إحنا نجي نقول الفرس قتلوا الحسين؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت عليها، لنا علاقة بها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث اليوم في الجزء الأول من هذه الحلقة، ونريد أن نستمع إلى أصواتكم ورسائلكم حول موضوع، وهو بأن الحكومة الحالية تجرد الفلسطينيين المقيمين لديه من جميع الحقوق والامتيازات. هي وثيقة مصدقة من قبل الرئيس الحالي فؤاد معصوم تقضي بتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ العام 1948 ولغاية تاريخ المصادقة على القرار. طبعا أكد مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية بأن القرار مرفوع من البرلمان بعد المناقشة والتصويت عليه، وأنه جرى التصديق عليه من قبل الرئيس فؤاد معصوم منذ أيام. ينص هذا القرار أو ينص القرار العراقي السابق ذو الرقم الذي يحمل الرقم 202 على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك طبعا منحه الحق في التوظيف والعمل في دوائر ومؤسسات الدولة، ويضاف إلى ذلك منحه حق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبي. تتضمن الامتيازات كذلك إصدار وثائق سفر تمكنه من السفر خارج العراق، وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته في حال المراجعة لها كمواطن عراقي، فضلا عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى. يوضع بموجب القانون الجديد المواطن الفلسطيني في العراق ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات. وتظهر الوثيقة الصادرة التي سوف يعني نعرضها بعد قليل عن مكتب الرئيس فؤاد معصوم إقراره القانون رقم 76 في ديسمبر كانون الأول 2017، والذي ينص على إلغاء القانون 202 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 2001، وكل ما يترتب على القانون من امتيازات، ويوضع بموجبه المواطن الفلسطيني في العراق ضمن خانة المقيمين الأجانب عفوا بلا أي امتيازات أخرى. والقرار طبعا صار نافذا بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466. طبعا يترتب على القرار الجديد جملة من الأمور التي تمس وضع الآلاف من الفلسطينيين في العراق الذين أمضوا عقودا طويلة في هذا البلد، من بينها سلب حقهم بالتعليم والصحة المجانية وكذلك السكن ووثائق السفر والبطاقة الغذائية، فضلا عن إبعاد الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها. طبعا مكتب الرئيس الحالي فؤاد معصوم رفض الرد على أسئلة لإحدى الصحف وهي صحيفة العرب الجديد حول الدافع من هذا القرار، إلا أن مصدرا رفيعا في ديوان رئاسة الجمهورية أوضح لنفس الصحيفة بأن إلغاء القرار 202 جاء ضمن حزمة قرارات اتخذها العراق إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين فيما يتعلق بغير العراقيين المقيمين في البلاد، وتم وضع القانون 202
حشرا بين تلك القوانين كما يقول التي يراد إلغاؤها من قبل البرلمان، واعترف بأن القرار غير إنساني فيما يتعلق بالفلسطينيين. القرار سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين كما قال، والمسؤول يعني مسؤول في رابطة فلسطيني العراق قال، وهي من أبرز المنظمات المعنية بشؤون الجالية الفلسطينية في العراق، في حديث قال بأن القرار سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين خصوصا الأطفال والنساء بسبب سلبهم حقوقا طبيعية كانوا يحصلون عليها واليوم باتت مقابل أموال. ومعروف أن أفقر الجاليات الفلسطينية في العالم اليوم هي الموجودة في العراق منذ احتلاله عام 2003، ولفت إلى أن السفير الفلسطيني في بغداد أحمد العقل لم يتلقى أي إخطار رسمي بالقرار خلافا للضوابط والأصول. طبعا ربما يعني يقول قائل أو أحد المشاهدين يقول لك هو المواطن العراقي شو محصل حتى يحصل الفلسطيني المقيم؟ ولكن عندما يعني عائلة تجدها من العام 1948 لغاية الآن وتجرد من التعليم وتجرد من الصحة من هذه أبسط الأشياء، ونجد الحكومة الحالية حكومة حيدر العبادي رفعت صوتها في الآونة الأخيرة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا القرار بسلب جميع حقوق الفلسطينيين، فهذا يعني ليس له تفسير إلا أنه الكذب على المواطنين والخداع، وهذا طبعا يحمل أبعاد سياسية أخرى. لماذا هذا التوقيت الآن بإصدار هذا القرار؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال، أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحي هاي الإذاعة العظيمة وعامليها وحي البرامج اللي بيها. بالنسبة للقرار مع رئيس الجمهورية، هم شنو خلوا بالعراق من 2003 إلى هسه؟ كان صدام حسين ناقض حقوق العراقيين والأجانب اللي عندنا يعتبرهم كلهم عراقيين، إذا فلسطينيين وإذا أي 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 دولة، وكنا مرفوعين الراس ويا الدول كلها ويا كل الدول على العالمية والعربية، ولكن من 2003 انحط هذا البلد وأخذ وصار بأيدي قاتلة عاثمة من إيران وأمريكا وإسرائيل، وقاموا يطلعون قرارات زائفة بحق المواطنين. هو العراقيين نفسهم أذيهم، العراقيين ناكو مدوعيهم مغرضيهم، البلدان العربية والأجنبية كلها مليانة هسه عراقيين هاجروا من قبل هاي الدولة اللي دا تأذي هذا البشر ودا تكتله جوع وعطش وكل شيء، وحتى باستفزاز ذاتي. يعني يجب أن نقول يجب أن نتخلص الزائر هاي الحكومة البائدة اللي هي من إيران وترام. نعم. ليش أم أزهار برأيك ليش هذا التوقيت بالذات مع يعني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ليش هذا القرار يصدر بهذا التوقيت للفلسطينيين في العراق؟ والله يا خطة هو مو هذا التوقيت، هو توقيته من زمان. نعم. من زمان، بس هو شاف ان الحكومه العراقيه يعني ضعيفه الى ابعد الحدود، واخذ هذا القرار حتى يريد يأذي الفلسطينيين مسكين يردون يهجروهم اكثر بعد ما هم مهجرين وهم يقاتلون ويحاربون. ولكن انا احيي الشعب الفلسطيني، احييه لانه شجاع. مثل احنا هنا ما عندنا قوة ولا اكو شجاعة ولا اكو يعني الشعب هنا ميت، الشعب مات ما عنده قدرة ان يقوم يحرر نفسه من هالاسم اللي هو بيه. بس الشعب الفلسطيني انا احييه وخلي على راسي لانه انسان مجاهد ويريد يناضل ويكافئ من اجل ان يبقى بلده ويحافظ على بلده، ويجب ان احنا ينصر مثل الفلسطينيين
يجب الصبر عندنا القوة والقدرة حتى إذا شهداء يضعون من عندنا. نعم أم أزهار. أم أزهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال محمود من بغداد. تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، أكو عدد المصريين مثلا يقول نشوف نسمع كلامه نستغرب، نشوف عباله نتعجب. زين لأن وين صارت شغلة تحرير القدس وعندنا جيش القدس وعندنا ما أعرف إيش؟ إذا أنت زي الطين بلة من العلماء هم ترامب النبوة تجي شو اسمه تعاملهم هيك معاملات يعني هسه كشفنا شو بالنظام اللي نسميه النظام البائد أيام الملكية كانوا يعني محتضنيهم للفلسطينيين يطوهم مسكنين ببغداد الجديدة بيوت وعلى حساب الدولة ويطوهم رواتب يعني شنو انه تعال الفلسطينيين لازم يدفعون فلوس حتى يداون يدفعون فلوس حتى يدرسون يعني مثل ما نقول احنا ويا الامريكان واليهود ضد الفلسطينيين. نعم ما يصير هيجي بيصير هيجي يخلون الله بين عيونهم يخافون الله. نعم مقصوده يعني محمود انت تشوف هذا التوقيت مقصوده للفلسطينيين في العراق؟ اي نعم. هذا اضرار مباشر. نعم اضرار مباشر لا يعرفون قضيه فلسطينيه ولا يعرفون كل شيء. نعم بس مجرد حكي. نعم محمود من بغداد كان معنا شكرا لك. معنا اتصال ابو ايمن من عمان. تفضل ابو ايمن. حبيبي يسعدني صباحك. الله يسلمك ابو ايمن. شلون تقرا انت مواطن عربي شلون تقرا هذا القرار قرار تجريد الفلسطينيين؟ أنا مواطن فلسطيني فلسطيني انا بالعربي. حياك الله اهلا وسهلا بك. شلون تشوف هذا القرار؟ من اجي تقدم لبغداد. نعم. للدراسه كان اكو شرط اذا كنت من اصل فلسطيني فاثبت. نعم. جيت لابوي قلت له ابوي بدي اثبات اني فلسطيني. قال لي والله يا ابو ما في عندي. نعم ماشي. نعم سيدي الكريم، الفلسطينيين من هاجر العراق، العراقيين الشعب العراقي قبل ما يكون اي نظام ثاني احتضنهم واحد واحد وسكنوهم ببيوتهم وحطوهم فوق رؤوسهم وهم قاعدوا بالطرمة. نعم ماشي. وهاي ما بنساها الشعب الفلسطيني، الشعب العراقي الشعب الحي الوحيد بالعالم العربي مين مكان يكون يحكم وبظل الشعب الحي. عيني انا بدي اقول لأم أزهار بس شغلة. اختي أم أزهار، انتوا رؤوس الناس، انتوا المناضلين، انتوا اللي دفعتوا عن الأم العربية كلياتها من ايام المغول وجر لجاي غاية الان. فيا اختي أم أزهار مش احنا الشعب الفلسطيني الاساس، انتوا اساس العرب، انتوا اساس الأمة العربية. حبيبي أكو مثل عراقي راح أحكيه بأدب بس مشان ما حدا يزعل مني، بيقول يا مترجي الدبس من ثلاث نقط النمس والكل بيعرفه. نعم. مش هيك؟ فشو متوقع من المنطقة الخضراء اللي الواحد فيهم ما بيسترجي يطلع من باب بيته فيها؟ نعم. عيني فاقد الشيء لا يعطيه. نعم حبيبي ما راح اكثر اكثر من هيك لانه بدي اخلي مجال اخوتي عندك. شكرا ابو ايمن من عمان كان معنا. معنا اتصال اخر. ليس هناك اتصال. عبد الله من البصره. عبد الله من البصره تفضل. عبد الله الو. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. وعلى قناتك في دين نور العين. اهلا وسهلا بك عبد الله. الايام اللي فاتت ذبحونا مثل ما يعني تفضل احد المتصلين محمود من بغداد، انه تشكيل سرايا لانقاذ القدس وتحرير القدس والى اخره، هذه بروبوغندا الاعلاميه اللي طلعت علينا وشجب واستنكار الحكومه. اليوم يطلع قرار، طبعا قبل ايام هو القرار بس لم يعلن ويظهر على العلن. اليوم نسمع بقرار بانه سلب وتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ العام 48 ولغاية الآن
من حق التعليم، من حق الصحة، يعني معاملته معاملة أجنبي، وهو والناس هم لاجئين، الناس لاجئين. شلون تقرأ هذا التوقيت مع هاي التصريحات؟ والله هذا التوقيت مالهم وهاي التصريحات، أرجع لهم هذول اللي ترتوهم وخطوا بيوتهم بالحديات الفلسطينية اللي جرتوهم على الحدود السورية، ها؟ ليش هجرتوهم إذا تعرفوا لك شيء؟ يا أنتم مسوين سرايا ودفاع على القدس، وبالنسبة للمؤتمر الإسلامي سووه، زين هاي الدول الإسلامية أحد الدول الإسلامية إيران محتلة الأحواز، زين هذا مو احتلال، وهذيك احتلت فلسطين إسرائيل. يقول لك هم سكتوا على الأحواز، ما حد يحكي العالم، أنا ما أخذ فلسطين. يعني هاي شلون دولة إسلامية مسجلة جيش القدس وهي محتلة الأحواز؟ هي محتلة يعني طالب الاحتلال الإسرائيلي إنه على القدس الشرقية وفلسطين. أنت محتل دولة عربية، دولة الأحواز العربية. أنت بإيران محتلة تجي تقعد ويا دول الإسلام، شلون يقبلون بي؟ هالمؤتمر الإسلامي في تركيا، شلون قبلوه؟ شلون استقبلوه؟ تقولوا وين أنت دفوك إيدك من الأحواز؟ يعني دولة عرب وأنت محتلة، مو دولة عرب محتلة من إسرائيل. أي هم محددين خطية بيوتهم مأخوذة. هذول كانوا مقيمين فلسطين وطردوهم خارج الحدود، ومن هناك صار حرب بسوريا، وما نعرف شنو خطيه ماشين، يعني مثل ما تقول لي وين صاروا يعني حقوقهم هم اهلهم. يعني هذا مو حكي، انا والله اطرق لواحد من بيته واحكي له اخذ فلوسه وكتله واستعمل له شغلات طائفيه، ونقول والله اجيب والله يا قدس هاي عمي وين هاي احنا هسه خلينا نحرر يعني الاحواز العربيه عودوا بعدين قدس، لا قدس ما تروح لنا، احنا المسلمين محتلين المسلمين واحد محتل الاخر، ليش نجيب طارياب القدس وهذا؟ نعم هذا ما صاير، هذا شلون حق اليهود يقول لك هم بيناتهم واحد محتل الاخر، وشافوا العرب والاسلام متوفقين زين ولا لا؟ لان فككتهم ويعرفون على الاداءات مالكم، فككت الاسلام هسه حاليا بالدول العربيه والدول الاسلاميه، هي اسرائيل حاطتها على موج، حاطت ايران على متفكك هيجي وياخذون على كل شيء يستحوذون، وهذا التوقيت مو هذا صحيح، هم وقتهم. نعم عبد الله من البصرة، أنا أشكرك. طبعا نعرض الوثيقة المصدقة من قبل الرئيس الحالي فؤاد معصوم، نأخذ هذه الوثيقة زملاء في الكنترول. نعم نشاهد هذه الوثيقة التي تتضمن إلغاء القرار 202 الذي ينص على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، وكما أشرنا حقه في التوظيف وفي العمل في دوائر ومؤسسات الدولة، ويضاف إلى ذلك التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبة. كذلك كما أشرنا بأنه كان القرار السابق يتضمن الامتيازات بإصدار وثائق سفر تمكن الفلسطيني المقيم في العراق من السفر خارج العراق، وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي، فضلا عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى. هذه الوثيقة هي توضح والتي تحمل الرقم 76 ديسمبر كانون الأول 2017 الذي ينص على إلغاء القانون 202 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 2001، وكل ما يترتب على القانون من امتيازات، والقرار صار نافذا بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466. هسه يقول لك مثلا المواطن العراقي، يقول لك هو المواطن العراقي شو محصل؟ لا وظيفة، والوضع يعني متأزم وأزمة مالية، والخريج ما محصل وظيفة. ولكن أنت لما واحد صار له 50 أو 60 سنة عايش في العراق وله هذه الحقوق، كما يعني حقوق أي لاجئ في العالم، وفي هذا التوقيت بالذات مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، والتصريحات قالت الميليشيات بوجوب تحرير القدس والاجتماعات وإلى آخره من هذه كما أشرنا البروباغندا كما يسميها البعض، يخرج علينا هذا القرار بتجريد الفلسطينيين من جميع الحقوق، من حق التعليم، من حق الصحة، ومعروف ما تعرض له الفلسطينيين. سوف نتحدث ما تعرض له الفلسطينيين بعد العام 2003 على يد الميليشيات. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا عدد الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي تراجع بشكل كبير عقب سلسلة استهدافات مبرمجة من قبل القوات الأمريكية وكذلك من قبل الميليشيات، أسفرت طبعا عن مقتل وجرح واعتقال العشرات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف منهم بعد العام 2006 لما شهدت بغداد ومناطق أخرى حرب أهلية نفذتها طبعا ميليشيات مسلحة مقربة من إيران، أبرزها جيش المهدي كما معروف في ذلك الوقت وميليشيا بدر وميليشيا العصاب. تراجع عددهم اليوم إلى بضعة آلاف يعيشون في ظروف سيئة للغاية وسط انعدام شبه تام للمساعدات الدولية أو الحكومية لهم وتضييق فرص العمل عليهم. ينحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى إجزم وجبع وعين غزال بمدينة حيفا المحتلة، بالإضافة إلى مئات العائلات الأخرى من يافا ونابلس والقدس وحيفا، حيث حطوا رحالهم في العاصمة بغداد وفي محافظة البصرة وفي محافظة نينوى وبالتحديد في مدينة الموصل وقبلهما في مدينة الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم آتين من المملكة الهاشمية الأردنية في عام 1948. وطبعا كذلك برز عدد من الفلسطينيين في العراق كعلماء ومثقفين أكاديميين وشعراء كبار خدموا الدولة العراقية طوال العقود السابقة. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر وعلى الكادر. أهلا وسهلا بك. بالنسبة إلى مسألة الفلسطينيين الموجودين بغداد، خاصة مناطق بغداد بالبلديات ما بلديات، نعم، بعد ما كان الاحتلال يعني هم ما شاء الله مغضوب عليهم مهجرين من فلسطين إلى الدول العربية، فأنا شفت بعيني من صار هجوم على مناطقهم على بيوتهم على أشخاص قتلوهم يعني، نعم، كل جماعة كانت جيش المهدي في ذلك الوقت، جماعة مختلفة بصراحة، منطقة البلديات ما بلديات هاي، فاستولوا على بيوتهم على أملاكهم على أموالهم وقتلوا ما قتلوا عدد كبير، يعني بصراحة قتلوا شو أقول لك يمكن أكثر مما قتلوا اليهود خلال 20 سنة 30 سنة خلينا نقول أكثر مما قتلوا اليهود، ويمدحون يقول لك فيلق القدس واحنا حاضرين بخدمة فلسطين، نعم. هي مشكلة العيب مو بذولة، العيب احنا بينا نخدع يخدعونا، نعم. يخدعونا ذول يضحكون علينا واحنا نركض وراهم جماعتنا يموتون عليهم، يقول لك هذا وطني هذا بطل قومي هذا لازم يتبع كل معنى الكلمة، زين تتبع على شنو تتبع انت؟ على الكذب ماله، على القتل ماله، على التهجير ماله، على التهديد ماله، زين انت ما عندك دين يضحك عليك هذا الى متى تبقون يا اخوان؟ فكان عمليات القتل خطيه للفلسطينيين، ولحد الان موجودين فلسطينيين حسب عربي الموجودين تهجروا، هم ما كانوا موجودين بمناطق كردستان، لكن هاي المخيمات الناس هي خطيه ايضا من دوله من مناطق ما يقول، نعم، بغداد ما بغداد بعض من هزمه وجوي والبعض الاخر جوي من الموصل خطيه كانوا هازمين مهزومين من بغداد جاي الموصل وصارت الحمله على الموصل جوي على العربي، نعم، ليش ويطلعون يضحكون على العالم، العيب مو بهم استاذ العيب بينا احنا. قل لي ابو عمر، عيب بينا احنا، نعم. برايك هذا التوقيت يعني توقيت اصدار هذا القرار في ظل هذه الظروف والمظاهرات في العواصم العربية ويعني عدد من القتلى والجرحى من الفلسطينيين في القدس وفي مناطق أخرى من فلسطين بسبب رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي، توقيت هذا القرار برأيك شون تقرأ؟ هذا القرار هو توقيت شكلي، نعم، توقيت كل شكلي، يعني على اساس يعالجون الفلسطينيين ويدافعون عنهم وكهكذا، نعم، مو صادق القرار؟ نعم. فاستاذ اكو احد الاشخاص راح اخذ وجبه من الجرحى الفلسطينيين بحرق غزه، يشهد الله يقول انا مستعد اعالج كل غزاوي، مستعد ادفع شراكه كامله لكل اهل غزه، بس يطلع بالانترنت
التصوير يتحدث يقول انا فلان ابن فلان، انا تشيعت هذا الطهران طبعا لعجل الجرحى، تشيعت واصبحت نتبع ولايه الفقيه زين، ها مستعدين نتبع لهم الاموال، بس انه يعلن تشيع ماله الى لما اتبع ولايه الفقيه، يعني عوف في نزعه على الشيء على ولايه الفقيه. زين والله بالله عليك استاذ، هذول زلناز ولا بشر، هذا توقيت القرار كله ضحك ضحك على العالم، على اساس يعرفون انه هسه الامه الاسلاميه الحقيقيه على السنه والجماعه اللي يمرون الضعف، وسببهم هم ذول العجم الانجاز اجلكم الله، المجوس سببهم، لان لا قيام لاسرائيل ولا قيام مثل ما يقول لامريكا بالعراق، والله لولا هؤلاء العجم المجوس واتباعهم بالعراق وبالشام وبلبنان، ولا قيام لاتباعهم بالشام وبالعراق يعني ذولا مثل ما يقول اتباع ايران، بالله العظيم لولا اليهود ولولا هذول الصليبيين، والله العظيم واحد ثاني يسند الله، بس احنا امه ضعيفه، اصبحنا امه ما بينا خير هذا الوقت هذا. نعم ابو عمر من السليمانية كان معنا، شكرا لك. ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك، اهلا بك، تفضل. الله يخليك. العراق كان هو يعني المدافع الاساسي للعرب كلهم، هاي وحده. هم شو اكثروا التوقيت هذا؟ العراق وقع، يعني مو وقع وقع، وانما احتلوا السفله وادناهم. هسه بعد ما شافوا العراق يعني ليش موقف عندنا وشي هذا، لأن هم جاوا كلامهم مدول العجم بالحكومة العراقية، العراق كان هو مصدر القوة للعرب، وراح يظل مصدر القوة للعرب غصبا ما عدوا مدول استفل المنطقة الخضراء. أما لما يقولون إحنا عندنا جيش تحرير القدس والحكي هذا، كلهم كانوا كثير دول استفل، دول ما يعرفون، حتى الله ما يعرفوا. فالعراق هو شافوا يعني حتى وقت العراق صار بيسأل اللي صار، قاموا يحشون ويهددون الفلسطينيين، بس قتلوا جيش العلمي، بس قتلوا ناس بالبلديات بالموصل. هذول شافوا العراق يعني صار بهالمرحله هاي، نبخوا ريشهم، ولما شنو هم ذول بشير بالنفير، كلهم خدم اليهود وخدم العجم. نعم. نعم أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول السلام عليكم أخي العزيز، من هجر الفلسطينيين من بغداد والعراق؟ أليس يتساءل، أليس الميليشيات التابعة إلى أحزاب السلطة؟ العراقي هجر من بلده على أيدي هذه الحكومة وميليشياتها، وسيهجر كل عراقي شريف لا يقبل بالاحتلال الفارسي والأمريكي. رسالة أخرى يقول تحية لك أخي عمر، اليهود وإيران وجهان لعملة واحدة، كل واحدة تحتل دول، إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن والأحواز، أما إسرائيل فمحتلة لفلسطين ويقول على دول المنطقة الوقوف لمواجهة هذه الخطط الصفوية واليهودية، يجب معاملة إخواننا الفلسطينيين في العراق وإعطاهم حقوق كافة في جميع الخدمات، أما أذرع إيران في العراق فتفعل كما يقول الكثير في العراق من سرقة ونهب بالخيرات، هذه خطط يفعلونها، أما تحرير القدس على قول قادة الميليشيات وزعمائهم من انتهاكات وقتل. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أبو محمد من بابل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كانوا الفلسطينيين من نسيج بغداد. تعرف أن بغداد من 2006-2005 تعرض السني والشيعي والمسيحي إلى اعتداءات. نعم. وليس بس الفلسطينيين، كان كل الشعب البغدادي تعرض إلى اعتداءات. نعم. وليس نحن من تخلينا عن فلسطين. نعم. الذي يحرم المظاهرات والذي بارك ترامب هي معروفة، الدول العربية مصر والسعودية. ماشي. ونحن نقف نعم. نقف حسب ما يريد الله، لم نتخلى عن القدس. نعم. شنو رأيك بهذا القرار أبو محمد؟ احنا علينا بنفسنا. هلو. احنا نمثل نفسنا كعراقيين. شنو رأيك بالقرار هذا اللي يجرد الفلسطينيين من كل حقوقهم؟
وفي هذا التوقيت بالذات. نعم صدام كان هذا قرار صدام، وربما الدولة تفر هذا القرار. صدام كان ما يعطيهم حقوق، كان يعطي لليهود مثل ما تعرف فندق جيراتون مريجيان، فندق بغداد. وين هذا الكلام أبو محمد؟ أبو محمد وين هذا الكلام؟ أنت تغالط الواقع وتغالط التاريخ. لم يبقى في العراق أي يهودي يا رجل، تم تهجيرهم من العام 48. عن أي يهود تتكلم؟ لماذا أبو محمد؟ أبو محمد أنا أعطيك الفكرة، ما أريد أقاطعك، بس أنت مرة تطلع لي تقول أنا من بغداد، مرة تطلع لي تقول أنا من بابل، مرة تطلع لي تقول أنا من واسط، وهكذا. انقطع الاتصال مع أبو محمد من بابل. على كل حال نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول على أساس ناقصين جرائم حكام العراق، لم يكفيهم ما فعلوا بالعراق والعراقيين، هم وأسيادهم من إيرانيين وأمريكان، أضافوا إلى ذلك جرائم بحق الفلسطينيين. الله يرحم اللي كان سند للفلسطينيين. نعم هذا الموضوع طبعا كما أشرنا في هذا التوقيت بالذات، مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك كما أشرنا بأن عملية استهداف الفلسطينيين في العراق، وبالفعل ليس فقط الفلسطينيين في العراق، العراقي مستهدف في المقام الأول، ومعروف في 2006 عندما تم قتل الكثير من الفلسطينيين بالتحديد في منطقة البلديات على يد جيش المهدي، والاستيلاء على المنازل التي كانوا يسكنون بها. يبدو أنه بالفعل استهداف مبرمج وله توقيتات خاصة وبترتيبات، وهذا التوقيت بالذات يحمل له أبعاد داخلية وأبعاد خارجية. إذا كانت الحكومة حريصة ولديها إنسانية في هذا الموضوع، على الأقل أنه لا تثير الجدل. ومعروف احنا قرأناه بالتحديد القرار السابق ينص على عدم منح الجنسية العراقية، على عدم منح الجنسية له حق بالتعليم وفي الصحة وفي العمل وإلى آخره. ومعروف حتى مثلا عند الفلسطينيين في الأردن يحملون جوازات أردنية عندما يسافرون، وهو فلسطيني يبقى فلسطيني وله حق أشبه بحق اللاجئ. هذا التوقيت يحمل أبعاد خطيرة، وربما يكون بترتيب عالي مع لا نستطيع الجزم. ولكن لماذا هذا التوقيت بالذات؟ لماذا الآن يصدر هذا التوقيت؟ ويعني دائما نسمع ونرى بأن قرارات الحكومة منذ العام 2003 ولغاية الآن القرارات لا تصب لا في صالح المواطن العراقي ولا في صالح المواطن العربي. يعني معروف دائما القرارات. قبل يومين قرأنا ما جاء في قرار أو وثيقة لوزارة المالية ووزارة الصناعة بأنه لا يوجد تعيينات في العام 2018، هذا قرار من قبل الدولة. فدائما القرارات اللي نسمعها ما تبشر بخير، ما تبشر بخير ولا تسر المواطن ولا تفرج عن المواطن ولا عن الخريج ولا عن الشاب، كلها يعني قرارات سلبية. لكن القرارات الإيجابية هي التي تصب بمصالحهم من امتيازات ومن رفع رواتب ومن تخصيصات وإلى آخره، البرلمانيين والوزراء والسياسيين. معنا اتصال أبو خالد من قطر. تفضل أبو خالد. أبو خالد ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا هلا أستاذ عمر، كيف صح؟ حياك الله يا أهلا بيك، تفضل. أخي العزيز أردوغان الرئيس التركي له مقابلة على قناة الجزيرة أحد قبل سنة أو سنتين، فسألوا المذيع قال له تركيا كان اقتصادها منهار، كيف وصلت اقتصاد تركيا؟ وقال له احنا بطلنا شغلتين، بطلنا الكذب وبطلنا البوك. نعم بطلنا الكذب وبطلنا البوك. فحاليا انتوا الماسكين العراق او مسؤولين او القادة اللي قدام كلهم بواقين وكذابين. اي مواطن عربي اي مواطن عراقي يعرفها. نعم بالنسبه للفلسطينيين، الفلسطينيين رغم انهم محتلين اسرائيل عايشين احسن من كل بلبنان، ممنوع يشتغلون، ممنوع عليه الجواز، ممنوع عليه الوظيفه، ممنوع عليه كل شيء. يعني
العراقي شنو مستفيد مثل ما قالت الاخت اللي اتصلت قبل شويه عشان الفلسطيني يتون؟ يعني هذا قرار له هدف معين، يعني ارضي معين. شنو برايك بهذا التوقيت؟ شنو هدفهم برايك؟ إذا إذا ما ادري يا اخي، الطلاب العراقيين طاولات ما عندهم، بس جاتوا تقرير قبل فتره باحدى ما ادري بس ما ولا وين، الطلاب العراقيين طاولات ما عندهم. نعم نعم. عندك شيء تضيفه ابو خالد؟ ما في شيء، هذا مستقبل العراق مجهول، ما معروف وين. على القياده هذه مفروض الشعب العراقي يقوم كله من اول لاخر. نعم. ابو خالد من قطر كان معنا، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يقول سعد من السعودية، تحية من أهل الحرمين إلى أهل الرافدين، يقول أثبتت الوقائع أن هذه الحكومة المجرمة ولن تأتي منها إلا الدمار لمواطنيها، فكيف سوف تساعد الفلسطينيين؟ يتساءل. طبعا هناك من المشاهدين يتصلون عبر خدمة الواتساب، الواتساب فقط للرسائل النصية، وأرجو من المرسلين يعني أخوتي، يعني هناك رسائل نصية فيها تجاوز وفيها سب وشتم، يعني ما نقدر نقرأها صراحة، ما نقدر نقرأها. أنت تختلف مع فلان، مع الحكومة، مع أحزاب، مع ميليشيات، مع أي أحد، ما نقدر نقرأها، يعني فيها تجاوز، فيها تجاوز، فما نقدر نقرأها صراحة. نعم. الموضوع موضوع هذا القرار في هذا التوقيت، جاء طبعا القرار مثل ما أشرنا، حاولت بعض الصحف والقنوات مفاتحة رئاسة الجمهورية للحديث حول هذا القرار، ولكن رفضت رئاسة الجمهورية، رفضت عن توضيح وسبب هذا القرار في هذا التوقيت. وكما أشار رئيس منظمة فلسطيني العراق بأنه قرار جائر وقرار ظالم بحق الفلسطينيين. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك ولكافة العاملين في الرافدين وكل العراق الشريف. بس الشرفاء، لأن إحنا صار عندنا ترى، يعني إحنا الوضع اللي بنعيشه هو نتيجة السبب اللي إحنا اللي بنسوي، إحنا الأسباب، إحنا العرب نفسنا، يعني إحنا بنحطم بلدنا بإيدينا، وحطمنا الوطن العربي وحطمنا البلدان العربية نتيجة أنه سكوتنا على السياسات الأنظمة السياسية. هو سبب اللي سووا الفلسطينيين. اللهم إحنا من سنة 73 صارت الحروب وتوقفت، ما عدا صدام ضرب 39 صاروخ، هذه بالنسبة للحكام. من قبل سقوط بغداد إلى هسه، شنو اللي صار من الحكام العرب لفلسطين؟ زين احنا يعني بعدين يجون يجردون الفلسطينيين ومن ممتلكاتهم ومن شغلاتهم، وقولهم الفلسطينيين، الفلسطينيين كلهم شردوهم من زمان. الفلسطينيين تحت لهم بالشوارع في منطقة البلديات ومنطقة الموصل ومنطقة بغداد الجديدة ومناطق أخرى، طلعوهم بشارع حيفا. يعني إحنا أصبحنا إنه ناخذ اللقمة من هنا، كيف إحنا راح يعني راح ننتصر؟ سبحان رب العالمين راح يوقف لنا؟ بعدين هذا النفاق اللي كل ساعة واحد يطلع باسم ثاني ويحكي على العراقيين أو يحكي على الشرفاء أو يحكي على فنان وفنان، إحنا ما كاتبين بيناتنا؟ خلي إحنا نتوحد يا ناس،
احنا نتوحد اسرائيل صرنا مهزله امامها والدول الاجنبيه. اذا احنا صاحبين قرار احنا كعرب ومسلمين. ترامب قال اذا كل واحد يعلن انه بالقرار ترامب انا اعطي المساعدات الماليه، خلي نوقف وقفه واحده، وقفه واحده بالنسبه للدول العربيه لقرار ترامب. ليش تركيا وغير تركيا دول اجنبيه واقفه الى جانب الفلسطينيين جانب القضيه العربيه الفلسطينيه واحنا ولا عربي؟ احنا بس نقوم بعمليه مظاهرات شعارات. يعني بالضبط هو هذا التساؤل مع عبد الله، يعني شنو فائده المظاهرات وطالع ورافع العلم الفلسطيني لو صوره للقدس او الاقصى وبالاخير يقوم بكل هذه التجاوزات على الفلسطينيين في العراق؟ ترى هذا القرار ام عبد الله اذا تسمحي لي، هذا القرار تم اقراره من قبل البرلمان، يعني افترى على كل البرلمانيين وتم اقراره ورفعه الى 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 رئاسه الجمهوريه. اما هم ما يعرفون يقرون مثلا وتم التصديق عليه، ربما يعني نعطيهم هذا العذر، او انه الامر متعمد وهو هذا الواقع. استاذ عمار احنا عندنا جيش في القدس، العفو حرس القدس، ما ادري جيش في القدس، عشان كل الدول اللي صار فيها ما ما دخل فيها. نعم يعني هذا وين هذا جيش القدس؟ يكتب يقول انه هذا جيش ضد القدس، ليش يكتب اسمه القدس؟ يعني اشكو كل الدول العربيه والعراقيه والسوريه دخلوا فيها بطرق هذا الجيش ومدرئه الاحزاب الاخرى، بس مش شفنا دخل الى اسرائيل وضرب اسرائيل وصار صالح القضيه الفلسطينيه. يعني والله ما اعرف اذا ما نتحد احنا ونشيل اللي بداخلنا هذا الشيء الاسود بيناتنا احنا ما ننتصر. يعني اسرائيل راح تنتد وايران انتدت وروسيا راح تدخل، والحمد لله الشعب العراقي وكل المسلمين طيبين. نعم شكرا ام عبد الله من بغداد كانت معنا. يقول صباح الخير، كما تعلم اخي العزيز في عراق الفوضى واللا قانون، لا مكان للأخيار سوى الهروب أو التغييب. دكتور أبو ياسين على الواتساب، نريد نتحدث قليلا على الواتساب. يعني هناك من يرسل رسائل مثلا صور وجمعة مباركة وأدعية وكذا، جزاكم الله خير، ولكن الواتساب وهذا الرقم نخصصه لرسائل نريد أن نقرأ أراءكم وتعليقاتكم حول موضوع الحلقة. يعني كل حلقة نركز على موضوع على الساحة العراقية، نريد تفاعلكم ونريد نستمع إلى أراءكم. يعني هناك الكثير من المرسلين بيرسل صور ويرسل مقاطع فيديو ليس لها علاقة بالموضوع، ليس لها علاقة بالشأن العراقي، فأنت بدل ما أنه أنت ترسل هذه الصور وهذه المقاطع الفيديو، اكتب لنا رأيك، اكتب لنا رأيك وتعليقك حول موضوع الحلقة اللي فيها. يعني هناك أنت الآن مثلا يرسل مثلا صور ومقاطع فيديو، يا أخي اكتب أنت رأيك في هذا الموضوع حتى تسهم وتعبر عن رأيك في الوضع العراقي، وفي كل حلقة نركز فيها على موضوع معين. ركزنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة حول وثيقة صادرة من رئاسة الجمهورية توضح وتبين بتجريد فلسطيني العراق من جميع الحقوق ومعاملتهم معاملة الأجنبي وتجريدهم من حق التعليم والصحة والعمل وكل ما نص عليه رقم 202 في عام 2001. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. تفضل أبو أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. هناك مشكلة في الصوت أبو أحمد، أنت فاتح التلفزيون؟ إذا فاتح التلفزيون فنصيل الآخر الله يخليك أبو أحمد. تفضل أبو أحمد. بالنسبة أستاذ عمر، هاي المشاكل كلها سببها إيران بالفوضى. أبو أحمد أرجوك اترك التلفزيون، أرجوك ده يصير صدى. تفضل. نعم سلام. هذا بالنسبة كل المشاكل من وراء قاسم سليمان وإيران،
زادت الوضع بالعراق من الشمال للجنوب للعراق كله. يؤمنون على الشعب العراقي المثالي. نعم. يعني احنا بالنسبه لنا ما عندنا لا حكومه لانه كلها سوت احزاب وعقابات وتكتلات. ف بالنسبه للحديث اللي كلها فرق لها برضه ايران والبيروت وكل الدول كلها برا. هم الشعب هذا رايح وجاي يتفتح بالشوارع. نعم. فاحنا نطالب نريد حكومه الانيه الشريفه تقبض هالبلد هذا. نعم. الشعب العراقي الاسلام السلام يريد هاي الحكومه بس مغلوب على امر الشيخ عمر. نعم. واحنا نطالب محاكم الجنايات الدوليه انها تجي تحاكم هذول من المالكيه وحقيبك. ابو احمد ما سمعنا ما سمعنا رايك حول قرار تجريد الفلسطينيين من حقوقهم. نريد رايك بهذا الموضوع. أقول لك موضوعنا اليوم عن تجريد الفلسطينيين من حقوقهم في العراق، الفلسطينيين عايشين بالعراق. على كل حال أبو أحمد أنا أشكرك لانتهى وقت البرنامج أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.